لما نيجي نتكلم على التعويم، هو التعويم ده كان جراحة لابد منها. يعني احنا المريض وصل بقى عدنا نديله مسكنات مش نافع، فلازم جراحة. فالجنيه كان لازم يحصل له جراحة. كويس؟ ليه؟ لان مش هنفضل كاتمين على المشكلة. واللي حصل ايه؟ ان الدولار طلع من 9 ل 18. ليه؟ لان انفجار، لانه كان كاتم عليه، كان كاتم على السعر الحقيقي بتاعه، فحصل الانفجار ده. بس هو اللي انا متحفظ عليه ان هو كان يجب اتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادية المناسبة اللي هو بيعملها النهاردة قبل التعويم، ان هو يقلل العجز في الميزان التجاري شوية. ما الناس ليه عايزة دولار؟ عشان تشتري. كان هو يقلل بقى المشتريات. يعني احنا داخلين على موسم زي رمضان، هل اذا ما كناش الزبيب والمكسرات والكاجو والبندق والفوز ده هيحصل لنا حاجه؟ السنه دي ما فيش. ولازم فوانيس رمضان، ولازم اكل قطط وكلاب، ولازم كل ده بيعمل عجز في الميزان التجاري. نرجع للتعويم، ايه تاثيره بقى على العقار؟ تاثيره ان العقار 30% منه متاثر بالدولار، لانه حاجات مستورده. حتى الحديد المحلي هو مستورد، 90% من الخامه بتاعته مستورده، 10% من ثمنه بس هي التشغيل. خدي بقى الادوات الصحيه والادوات الكهربائيه ومستلزمات الانتاج والكلام ده، فتاثر بنسبه 30%. احنا الحقيقه وصلنا علينا اسعار من 15 ل 20% عشان نواكب، فقللنا من هامش ربحنا شويه. انما انا شايف ان هو لحد شهر 6 اللي جاي المفروض نكون وصلنا ل 30% عشان نواكب الزيادات اللي حصلت في اسعار البناء نتيجه تعويم الجنيه. احنا عندنا الخبره الفنيه الكافيه وعندنا السوق العقاري المناسب ان احنا نعمل الكلام ده. طب ايه مشكلتنا؟ انا شغال هنا في الاسكان الفاخر، بروح اجيب قطعه الارض النهارده ب 10 12 الف جنيه، فسعر الارض بيمثل من ثمن الشقه 70%. طب لما يكون يعني عندي واخد ارض ب 10 مليون جنيه وهطلع عليها 12 وحده سكنيه، فالوحده السكنيه حصتها من الارض 800 الف جنيه، ولسه ما بنيناش ولسه ما كسبناش، هتطلع الوحده بمليون 600. صحيح. طب يبقى المشكله هنا فين بقى؟ في ثمن الارض. بدل ما ناخد ارض ب 10000 جنيه او ب 12000 جنيه المتر، عايزين ارض بنابه 1000 جنيه. وهي الاسكان الاجتماعي اللي كانت عمله معمار المرشدي والحي الايطالي والحاجات دي في اكتوبر، هم كانوا واخدين المتر ب 70 جنيه ايام من 7-8 سنين، وقدروا يعملوا شقه المتر ب 2000 جنيه. ليه؟ لان المتر الارض كان رخيص. فالنهارده حل المشكله ثمن الارض. طيب ثمن الارض بقى مين اللي بيحدده؟ مين اللي في ايديه القماشه بيوزع؟ الدوله. فالدوله لازم تبص لطبقه محدود الدخل، تعمل لها اماكن. انا مش عايز الدوله حتى تدفع من جيبها. الدولة يعني كاهلها مثقل جدا يعني بحاجات كتير، وعندها عجز موازنة، وعندها عجز في الميزان التجاري، وعندها سلاح، وعندها حاجات كتير جدا ودعم وقصص. طب ايه حل المشكلة دي؟ انها يعني يدوب تاخد ثمن المرافق. الارض طبعا الارض كبيرة في مصر، احنا عندنا ساكنين على 7-8%. تبدأ تعمل توسعات افقية، تعمل مدن زي دي ومدن مدروسة يكون ليها مواصلات وليها ظهير صناعي وليها خدمات وليها مدارس، تخطيط يعني. وتدي الاراضي ديت بسعر يدوب بتكلفه المرافق. واحنا عارفين الظروف صعبه، يعني الظروف صعبه وبقى في ركود نتيجه سحب كتير من فلوس الناس في شهادات الاستثمار اللي هي اللي بال 20% اثرت على السوق بتاعنا يعني. بس احنا بنحاول نعوض دوت ان احنا نعمل مباني ليها جوده معينه تنافس بقى، لان التنافس بقى شديد. حصتك في السوق المفروض قلت، انت عايز تزودها تحتفظ بحصتك الحقيقيه، فتعمل ايه بقى؟ تضطر تعمل بقى ايه؟ مبنى ليه جوده، ليه مزايا، ليه موقع مميز، تسهيلات في الاسعار، تقلل هامش الربح بتاعك، تعمل اعلانات كتير، تعمل تسويق كويس. عارف ان انت محتاج من 800000 لمليون شقه كل سنه. ده شيء طبيعي جدا بالنسبه لمعدل السكان اذا اعتبرنا ان كل اثنين عايزين شقه. بس لا هو قالنا برضه فندم انتوا، هو العاصمه الاداريه للاسف الشديد هي نازله بتشديدات مشدده شويه من ناحيه حجم الارض، لازم يكون حجم مش اقل من 50 فدان، وال 50 فدان لما تيجي تضربهم مبلغ كبير جدا، والقسط على 3 سنين وتدفع 25%، ولازم تكون في 3 سنين مخلص، فليها اشتراطات قاسيه. اعتقد مش يعني معظم الشركات العقاريه في مصر مش هتقدر تخش فيها الا اذا كان في شركات ليها ثقل مالي كبير ومعاها ملاءة مالية. يعني انت عارف ان احنا عندنا اصول، بس مش لازم يكون كلها سيولة، فعايز حد عنده سيولة. فمتهيألي دي هتكون ماشية مع شركات معينة في مصر
او دول الخليج. بتطالب بايه بقى حضرتك عشان نحل حاجه زي كده؟ ان احنا مثلا الاطوحات ايه اللي مثلا تبقى كام فدان، تبقى في حجم قد ايه؟ انا طالب انا طالب